ان شاء الله على طول ربي في الاعمار، ولكن لازم نفوت اعاده تنظيم البلاد، ان ريورغانيزاسيون ادمنستراتيف، ان ريفونداسيون تاع لي كوليكتيفيتي لوكال. ديجا اليوم الجماعات المحليه عندنا بلديات ريفيه وعندنا بلديات حضريه. بلديه حيدره ماهيش بلديه تمنطيط، بلديه حيدره ماهيش ربما بلديه من البلديات تاع الهضاب. اذا اعاده النظر في هذا التوزيع، في هذا التقسيم، اعتقد ان جاء الوقت ان الاوان باش ناخذ قرارات تاع تنظيم هاد الولايات، هاد البلديات الضعيفه. بالاخص عندك في 1541 بلديه فيها ما يقارب 850 بلديه فقيره جدا، اكثر من النص، اكثر بكثير من النص، اكثر من النص ما عندهاش حتى باش توظف ساعي ولا وبلديات اخرى تاخذي بلديه حسيم سعود ولا بلديه باب الزوار ولا بلديه، يعني الاموال مدفعه، بلديه ترزيو اموال مدفق عليهم للتواجد الصناعي والضرائب اللي تجيهم الى اعاده توزيع الضرائب كذلك.